فيرمونت. برأيي الشخصي هو أجمل خريف في العالم، مو بس عشان الألوان الخيالية والجبال الجميلة، ولكن لأنهم يحتفلون بطريقتهم الخريفية الخاصة، طريقة تزيين البيوت وحتى نكهات الأكل خاصة بالخريف. مشواري بدأ في قرية وودستوك. الأماكن اللي أنا أحبها يعني قرية صغيرة فيها مطاعم بسيطة، فيها محلات بسيطة، وفيها سوق فواكه وخضار خاصة من المزارع اللي هني اللي ورايا، وبراويكم الحين الداخل كيف. شوفوا أنواع اليقطين في فيديو واحد، سبحان الله العظيم كيف يعني أنواعها. هذين يوصلون تقريبا 25 إلى 30 كيلو، يعني سبحان الله العظيم، يعني ما صدق ان هذا الشيء يطلع من نبتة. هذه التفاحة الأصلية، ليش الأصلية؟ لأن هذه هي التفاحة قبل ما يلعبون فيها جينيا، وهذه يعني مفروض يكون شكلها الأصلي. ويوم يشوفون كلمة هيرلوم، يعني هيرلوم دائما بدون ما يلعبون في الفاكهة أو الخضرة جينيا، فتكون بطبيعتها الأصلية، وهذه طبيعتها الأصلية في مدينة فيرمونت. وهني المكان الممتاز اللي باكل فيه تفاحتي، أغسل التفاحة بماء النهر وباكلها. جرب التفاحة الحين، بسم الله الرحمن الرحيم. يا سلام، لذيذ. من بين التفاحة الخضراء والتفاحة الحمراء. شوغر بوش فارم اخيرا من الاماكن اللي لازم تزورونها اذا جيتوا فيرمونت وودستوك، وعندهم احسن انواع الجبن، وعندهم اشجار الميبل سيرب، نروح نشتري ميبل سيرب من هني. هني بدايه التريل مال الميبل، ونشوف كيف يسوون ميبل سيرب. شوف هني مجموعه من اشجار الميبل يسمونهم شوغر بوش، يعني مجموعة من أشجار الشكر اللي هم الميبل سيرب، وكيف يخبقون الشيرة ويمتص كل الشكر اللي موجود داخل الشجرة. شكر الميبل سيرب الطبيعي لذيذ جدا، تحطه فوق البانكيك. اللي يحفرونها في الشيرة لازم تكون بعيدة عن حفرة اللي حفروها السنة اللي طافت عشان يستخرجون الميبل سيرب، ولا ما يقدرون يحصلون في الشيارة. نهاية فبراير إلى نهاية أبريل يقدرون يستخرجون الميبل سيرب، وكل ما يستوي الجو أحر ويدفى كل ما يغمج الميبل سيرب، وكل ما أبرد كل ما أفتح وطعمه يكون أخف. شجرة الميبل سيرب على الأقل لازم تكون 50 سنة عمرها عسب يقدرون يطلعون منها ويستخرجون منها الميبل سيرب، وتعيش عقب مئات السنين. يعني سبحان الله كيف يطلعون شكر من داخل لحاء الشجرة من الجذع. يعني time of the season, so it's marked through April. This change, it's all as the weather gradually gets warmer, the sugars in the sap become more complex. So it naturally produces a darker color. Grab yourself a little spoon. هذا الميبل سيرب اللي this is the amber one, right? Yes. بجرب. هذا الأخف لذيذ. واو. عندهم ماسترد بالميبل سيرب وانواع الماسترد. هالشيء العجيب ميبل كريم، هذا مطبوخ ليستوي غليظ بهالطريقه كانه زبده.
اشتريت شوية من هاي الجبنة وباكلها ويا التفاحة. كل اول شيء يا سلام. تعشينا في هن اوف ذا وود، واحد من افضل المطاعم في حياتي. يتميز المطعم ان المنيو ماله كل يوم يتغير على حسب الحصاد في مزرعتهم من اللحوم والخضار، وكل شيء في المطعم ينطبخ على الحطب، والاكل وايد كان لذيذ، خاصة ستيك البط. وثاني يوم رحنا على مدينة بيرلينغتون في عاصمة فيرمونت، ومشينا في الساحة الرئيسية. اللي هم مختصين فيه بانكيك مع قرح وبيض وسبانخ. باتر بانكيك شوي ويب كريم. لذيذ جدا وايد حلو. الميبل سيرب مالهم يعني مثل ما يقولون هم فول اوف فليفرز. يعني نزلنا كولد هولو سايدر ميل، وفي هذا المكان يعلمونك كيف يسوون شراب التفاح. خل التفاح اول ما تدخل تشم ريحة السايدر قوية، ريحة التفاح، ريحة الجرفة. اللي يميز هذا المصنع ان اول شيء يتم جمع التفاح من مزارعهم وينقلونه على المصنع مباشرة، ويستخدمون آلات تقليدية قديمة للمحافظة على جودته. أول شيء يحطون الأكياس الشبكية، وبعدها تتدور العجلة لطحن التفاحات، وبعد ما يتم اللب يستمرون في الدوران على الجهاز والضغط على كل قطرة أخيرة من التفاح. فرق بين عصير التفاح وبين السايدر، عصير التفاح يكون مركز أكثر، لكن السايدر يكون يعني خلاصة التفاح الطبيعية، يعني طعمه كأنك تأكل التفاح ويا القشر ويا الألياف ويا كل شيء، فهو يكون معصور بالطريقة الصح اللي تحس بطعم التفاح بالطريقة الصح. سبجيهم هني التفاح اللي يزرعونه عندهم في البلاد يستخدمونه حق هذا الشيء، وايد لذيذ. تروم تشربه بارد وتروم تشربه حار. تمشى في هذا المحل اللي يبيع أكثر الأشياء المحلية، أكثر الأشياء اللي يستخدمون فيها السايدر. بعد هني وايد إن هني في خلية نحل داخل المحل. شوفوا هذا النحل حي هني، يسوي شمع ويسوي العسل، وهني العسل على طول تقدر تشتريه. دونات السايدر الخاص مالهم يسوونه يوميا، وايد مشهور. غريب ان هذا الدونات ما في وايد شكر مثل اي دونت تاكلونه، كأنه كيك مش دونت، كأنه كيك. هذا ما اقوم اكل اكثر من 5 من هذا. صدق هالشي لذيذ وشي جديد، اول مرة اكل شي في حياتي. طعمه بالابل باي سبايس، ومن برا مقرمش شوية، ومن داخل على طول شي ذوب.
وايد حلو الصراحة. اتعشى قريب بس ما رم تتحمل خذ لي اثنين زيادة. صراحة يا جماعة هذا شيء جدا لذيذ وجديد والواحد يعني ما يقدر يفوت هاي الأشياء. هاي أشياء الخريف، أشياء فرمونت الخاصة اللي الواحد لازم يجربها. ما عدونت مو طبيعي، بعد خذت لي واحد ما رم تتحمل، وايد حلو الصراحة. هنا هذا المطعم مو ما كنا نقدر نحصل كراسي وأخيرا حصلنا. هذا المطعم كل شيء من المزرعة إلى الطاولة. الأونيون رينجز وايد شكله حلو، أنا وايد أحب أونيون رينجز صراحة. هذا هو الكركي برجر. إحنا الصبح وكانت الألوان خيالية، وتمشينا في هذه الطبيعة الجميلة. وصورت صور شوية عن خاطري. وايد مميز طعمه. ذا البامكن بانكيكس مع تشيز كيك وويب كريم وبيكان، مثل بامكن سبايس بيكان. سيزن سبيشال بس. هذا الطعم الغريب العجيب وايد لذيذ. هذه المزرعة الجميلة، مزرعة برت، مزرعة تروم تمشي وتقطف أي نوع من الفواكه والخضار، وخاصة التفاح. وفي 40 نوع من التفاح، 40 نوع من التفاح. واللي وايد عيبني في هذا المكان إنه يعطونك كيس فيه يعني تروم تحمل فيه 4 كيلو من التفاح، وبس تدفع $1.5. شيء جميل ورائع. ورتبين بعد في المزرعة، حاطين أرقام وشو ممكن تحصل. نيل يقطين بقى شوية منهم، أكثر الناس يأخذون يقطين حق بيوتهم. وبهاي الطريقة أقدر أمشى التفاحة وأدور لي تفاحة زينة فيه من فوق. وعلى طول من همشعها. يسمونها غالا، وبعد يمدحونها يقولون من التفاحات الحلوة. شوفوا لونها يكون على أفتح من الامباير. الامباير وايد يكون غامج. هذه الكبيرة، هذه مال خبز. هاي شوف كبرها ما شاء الله. عندنا حصادنا اليوم جديد. بعدها رحنا مزرعة مورس عشان ناكل السوفت سيرف الايس كريم، يسمونه ميبل كريمي، وعندهم وايد مختلف. لي ميبل كريمي واللي هو بنكهة الميبل فانيلا ونكهة اليقطين. قه ميبل داست بودر من الميبل سيرب شكر. وايد شكله حلو. شوفوا واو، والله طعمه وايد مميز، وايد وايد مميز، لذيذ لذيذ جدا. واو واو واو، وايد حلو، وايد النكهات كلها طبيعية من المزرعة هذه.
دوناتس 6 حبات وخذت لي قهوة بامكن سبايس قهوة وشي يعني صراحة بلا منازع هذا الدونات وايد لذيذ. أنا وايد وايد عيبني جوا طالع وكرنجي مقرمش جوا من داخل طعمه جدا لذيذ.